السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل اخواتي وحبايبي اللي ناويين يشتروا العربية اللي هينضايق الكريتا شكل جديد، ده فيديو صغير حبيت اعمله علشان كل واحد مقبل على شراء العربية دي لازم يخلي باله من نقطة مهمة جدا وهو بيستلم العربية من اي معرض، لان في بعض الاشياء ممكن تحصل معاك مش لطيفة. فالفيديو ده هو اجتهاد مني بخصوص حاجة مهمة جدا وانت بتسلم عربيتك لازم تخلي بالك منها. الحاجة دي هي نوع فردة الكاوتش اللي هيركب، نوع فردة الكاوتش اللي في العربية. نوع فردة الكاوتش هنا هو زي ما حضراتكم شايفين كده، أبولو هي ماركة، تمام؟ عشان ناس كتير قلنا بص قالناك أبولو، ناس كتيرة طبعا هفتح بس الفلاش، ناس كتيرة بتسألني هو هل فعلا كده دي الفردة اللي بتنزل من غبور؟ يا جماعة دي الفردة اللي بتنزل من غبور، وادي مقاسها 205 على 65 ار 16، عشان ناس كتير سألتني على نوع الكاوتش اللي نازل، هو ده الكاوتش اللي نازل، تمام؟ ولو عايزين تتصلوا بغبور اتصلوا. زي ما حضراتكم شايفين ادي العربيه اهي، دي الهونداي الكريتا طبعا بضبان غبور. لو عايزين تتصلوا على الخط الساخن ده ظهرها اهو. حبيت اعمل بس الفيديو ده لكل حبايبي واخواتي اللي ناويين على شراء العربيه دي. طبعا يا ريت بس الناس كلها تشير الفيديو ده على جميع الجروبات علشان الناس تستفيد، وخصوصا جروبات هيونداي او جروبات العربيات عامه كلها في القاهره وفي كل المحافظات. شكرا ليكم ولدعمكم، واللي مشتركش في القناه يا جماعه يدوس اشتراك علشان بس ان شاء الله نوصل القناه 100 الف مشترك قريب باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله.